كورة، وعندنا أغرب الغرائب في التحكيم. التحكيم المصري يحتاج وقفة. على فكرة جميع الفرق بتشتكي من التحكيم، مفيش فريق لا يشتكي التحكيم المصري. يعني حاجة عجيبة جدا، أهلي زعلان من التحكيم، زمالك زعلان من التحكيم، سموحة زعلان من التحكيم، إسماعيلي زعلان من التحكيم، المصري زعلان من التحكيم، بيراميدز زعلان من التحكيم، المحلة زعلان من التحكيم، كله التحكيم المصري. وبالمناسبة التحكيم في مصر عليه مليون تريليون علامة استفهام، تريليون علامة استفهام. بعض الحاجات اللي بتشوفها تقول هو معقول كرة زي كده الفار المفترض يشوفها ويبص عليها ويراجعها ويقول لك لا دي ضربة جزاء او دي طرد؟ الفار ما بيشوفش؟ يعني هل الفار بتاعنا فار لا يرى، ولا هو فار يصحح الاوضاع داخل المستطيل الاخضر؟ الفار عندنا عنده مشكلة، انا بتكلم بجد، ده امر يحتاج وقفة حقيقية. العدالة يا جماعة في الرياضة، العدالة لكل الفرق المصرية، لا اتحدث عن اي فريق لوحد، انا بتكلم على الكرة المصرية، محتاجة عدل وعدالة. شفت ماتش الاسماعيلي الاخير امام حرس الحدود، وانا من زي قلت لكم قبل كده بحب نادي الاسماعيلي الكرة بتاعته. الاسماعيلي يا جماعة مش معقول، وماتش كمان قدام المقاولين تاني، يعني ماتشات الاخيرة النادي الاسماعيلي حدود او مقاولين او يعني شوف حاجات هو فيه ايه، وحاجات كتيرة بقى غيرها وغيرها وغيرها، يعني عشان ما نروحش المكان على حساب حد تاني، لكن بتكلم بشكل عام. ايه مشكلة الفار في مصر؟ يا مسؤولين عن الفار، ايها الحكم المحترم اللي بتقعد في غرفة الفار، مالكش علاقة مين بيلعب، ليك علاقة باللعبة، مالكش علاقة باللاعب، ليك علاقة باللعبة اللي قدامك بس، ده دورك يا راجل. انت مالك بمين ولا مين؟ انت دورك تشوف الشاشة اللي قدامك وترجع اللعبة اللي فيها شك. ده في كرات لا يمكن، لو في اي دولة، اي دولة دخلت الفار عندها كور ناس تطرد وتتوقف، والفار مش موجود. مش هنا كور تبقى ضرب جزاء، فار مش موجود، مش هنا. بتكلم على الدوري المصري اللي هو العجب. عايزين نتكلم على رياضة النهاردة، رياضة استثمار، فلوس ضخ، نجومية، ناس بتدفع مليارات، واحنا بنتكلم هو الفار بيعمل ايه؟ هو ايه؟ ما هو ليه كله بيتكلم النهاردة؟ عشان الناس كلها عندها شكوك، فالمنظومة على بعضها تحكيم لازم تتظبط، عشان ما يبقاش فريق داخل قلقان من الحكم. هو في كده، في كده غير عندنا تحكيم. تاني بقول مشكلة عندنا في مصر،